معانا رؤية ليلة القدر في المنام لولت اللي بيشوف ليلة القدر في المنام يقوم فرحان يقوم يسجد للرحمن على طول ليه؟ لأن زي ما بقول كده ليلة القدر في الحقيقة زي في أيامنا ديًا اللي بيشوفها في الحقيقة فربنا وهبه الخير تقبل دعائه غير قدره من حل حال لحل أحسن هيرتقي ربنا هيرك... هيفرحه هيبسطوا قوي قوي قوي. وعلى فكره يا جماعه انا لاحظت حاجه جميله قوي. الناس اللي هم بيشوفوا ليله القدر فعلا وربنا بيكتبها لهم سبحان الله كل ما اسمع حد يقول لي يا ابو يحيى ده انا شفت ليله القدر بينسى نفسه في الدعاء ويدعي لغيره. ما هم دول الناس اللي ربنا جابهم عشان بيدعي لغيرهم مش طماعين. شفتوا ربنا ما بيجيبش الطماع؟ ما بيجيبش الوحش؟ ما بيجيبش العقل لوالديه ولاهله؟ ما, ما بيجيبش اللي بينسى رحمه اللي بيقطع رحمه والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى بيختار الطيبين الطاهرين علشان ما يدعوش لنفسهم لا بيدعوا ايه لغيرهم